قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. سيداوي السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بك. واش تيلي داكشي اللي وصيتك عليه؟ شنو فكرين عافاك؟ الكريونات دلوان. والله العظيم نسيتو، خطرة اللي ما جا غنجيبهم لكوني هانية. واش بغيت تعملي بيهم؟ ياك ما بغيت تزوقي بيهم داك الزربيات. وسير سير الله عطاك شي عقل. مين داكشي اللي نقصاني في هاد الحرفة؟ والمهم المرة الجاية ما تنساهم ليش عافاك. لا ما غنساكش هاد الخطرة، الله يكوني هانية ما غنساكش. باغي شي صباغ؟ سي الضاوي الله يعاونك، زيد في حالك. والقاو ديما جبد وطلق ماشي تولف. تحرف عليا ديما. ايه صفيه، واصفيه دوزي شوفي شكون اللي تيدق. صاحبي انت تتبات شويه لاعبين الحقيقه. بالله انت ديما معطل. هاي 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 يا جلالة. تشوفي بناتك، بنات الحياة والعوران، بنات الأصل، دخلت للسينما تتفرجوا حتى وما توصل الرجال بلا حياة بلا عشمة. ويلي 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 على بلاط الحرام من فعيلهم، ما حشمتوش؟ ومكملها لنا الركراكية، غير خرجت من باب السينما وتشدت هي واحد جوج رجال، ضرب فيا نضرب فيك. شنسمع؟ دابا أنتوما مشيتوا للسينما وجلسوا وسط الرجال وجلسوا تفرجوا ليا في ذاك الشطيح وذاك المسخ، شنو زعما؟ دابا حنا خصنا نديرو الحي كون جلسو في الدار وانتوما تخرجوا للزنقه. وخويا ما فاتش شي عيب لمشينا للسينما. مازال عندك الكماره كتخلي مازال فمك. ما قلتي عندي خوتي في الدم؟ ما قلتيش شنو دابا حنا ميخيات؟ حنا دابا نخرجوا للدب داين الزيف. ولا بغيتينا نبقاو هنا بحال الفيران؟ خويا ما درنا حتى شي عيب مالنا، واش قتلنا ولا سرقنا؟ الركراكيه كوني تحشمي، واش مشيتي تبيعي الزربيه ولا مشيتي للسينما؟ خصك تعرفي هذاك الخروج والدخول غتجيب لك غير الهضره ديال عباد الله واللي ما فيها ما يتسمع. سينما. شتي شحال ديال الصداع جبتي علينا؟ اش بينا حنا وبين شي سينما؟ العفيريته داكشي مع الجيران، كوني تحشمي ما بيناتنا والو. ما بيناتنا والو تتفلي عليا وانا شتك بعيني. شنو شتيني كندير؟ تتبسمي لي والسر طايح عليك. نعطيك المسخ. ما كي تتحماري وتتصفاري حتى انا عندي واحد القليل. شنو؟ رضوان ولد حمد زويون وطويل. عرفتي ويسمعوك خوت كيقتلوك يا المسخوطه. ياه ماشي شكون شافوك انتي. نعم انا جايه. ايوا احنا فيها. زيد قدامي زيد. بقى صاحبي غتسفو كامل. طيب بلاتي عليك صاحبي. حتى اللي غتسفو ماشي هو اقارو ديما جبد طلق بحال هكا. شنو دابا حقرتيني ياك؟ شنو نطير معاك اخي سعيد؟ حتى السي في حالاتك انت لقيناه حتى حنا. سير جيب دوا سير. حتى انا واحد منكم. تطلق هاد الكار وانت باك صاحبي. شتي انت ضيعتي الكار وشنو دابا النصره الاخرى مشات نكميك انت مالك انا القباحه كتحقروا عليا ياك؟ فين حقرنا عليك؟ كتحاموا ياك؟ شكون اللي حكى عليك؟ كتحاموا ياك؟ كتحقروا عليا؟ وكنت رجال كنت مشيت تشوف اختكم صفيه اللي كدور الدور في زناقي مع رضوان ولد حمد. كدير سمعتي علاش كضربوا فيا؟ علاش كضربوا فيك؟ تدخل مع الدريه في الزناقي ما تقول عندها خوتها رجال كنعرفهم. عندك خوتها تدخل صاحبي في الزناقي قلتي عندها خوتها رجال كنعرفهم. هادي رجلها هادي تدخل انا ناوي مع الخير اصاحبي. روح بس
انا راني معاك غير متخيل صاحبي الشر غتزوج بها وغادي على الحزات غتزوج بها. احباب الناس على خير وكيسكن مع امه وعنده اخته دابا يسال عليه الله في الزواج وهو الحمد لله راه بخير واللي يطلبها تيجب عليها. واش بغيتي نجوجو بنتنا لواحد براني ما نعرفوه ما يعرفنا ولا ما تهلاش فيها؟ ما نجوجو بنتنا الا لواحد نعرفوه ويهزها فوق راسه ولا حتى راجل ما بغيتي تهنى منها. الله يهديك امي نتوكلوا على الله ما يكون غير الخير. الزواج بالنيه والحرث بالنيه راه خصها غير تقبل وانتي كتعرفي راسها قاصح. والمشكله هي الركراكيه ما عمرها ما بكره تزوج وتخرج من هاد الدار غنلقاو مشكله باش نقنعوها حتى تزوج. لا 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 محال تقبل. ويلي ويلي على محال تقبل وحتى لاين حتى يفوتها الركب جهد الزواج راه هو هذا. فينا يا بو شافينا هي صفيه اليوم نصرف من دمها فينا هي وليدك بعلوكا حتى انت وليتي تساري ليا في الزراقي بحال شي وحده ما عندها لا اصلا مصر. بغيت تعرفي جودات دير كامل عافاك طيني مع داك القاد ديال رضوان والحمد. شوفي جوج كلمات هو طلعوا هزناهم لي قبل ما جات خطبك وتزوج بك اليوم انت اللي غندقو امك طلعت العام درتي ساعتي انت ولات المشاكل كاملين تشوفيها وتسكتي. سمعي الركراكيه والله نسمع عليك شي هضره لا انت لا ديك البرهوشه ديال رشيده حتى نطيح عليكم شي روح هنا. طيح روح سير قال طيح روح دافع حالتك وساق قلبك على شي خدمه انت اللي غتدخلي سوق راسك. حنا شديناه ديك قدام مود العضله ولا ما جاتش خطبك وتزوج بك اليوم انت اللي غتدخلي مود العضله. سمعتي امني شتي شتي مشاو ضربوه غادي يكونوا داروا شي مصيبه في داك ولد الناس ما غيكون قال والو ما نصنع منه خاله. اويلي اختي ما شتيهمش كيجاو دايرين كل واحد جاير من جهه. تنتي ما كتحشميش شداك معاه لشي زناقي وفين بغيتينا نمشيو غادي يكونوا داروا فيه شي مصيبه ما فيهاش. فين غادي يعاوتاني؟ انا راجع ركراكية فين طالعة؟ طالعة جدا ناخد غير شوية الحبق. علاه ما بالك غير هذاك الحبق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فبالك حفظ لله القيمة ودريده عمي الضوي شحال تبيع هاد التصويرة؟ هادي راه ماشي التصويرة هادي، هادي راه لوحة ديال موناليزا رسمها بالخلدون بالصباغة. بهاد الصباغة اللي كتبيع؟ لو ماشي معلقة هاد اللوحة هادي شانتيو. وكي درتها صورها؟
تصورهاش، هذه شات الصباغه ورسمها بيده. هاد الصباغه هذه شنو دابا؟ واجيت تشري صباغه الزرابي ولا جيت تصدع لي في راسي؟ لاباس؟ كراكيا كاين حلوة. ما كتعياش من الحلوة نتايا. هاك هاك تنت. يلا الله يرضي عليك. ولكن أولي هذا راه الزواج، خصنا نتمهلو شي شوية ونشوفو ونفهمو وعاد نعقدو. أش غنشوفو ونفهمو؟ نتسناو حنا حتى البنت تجيب لينا شي حرام يربي وعاد نجلسو ونفهمو. كتب أسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شحال الكلام كتقول؟ أسر الله يمسخك إن شاء الله. مباركة شدي فمك، خلينا الرجال يهضروا بعضياتهم. واش سيدي دابا عاد تبداو الهضره؟ ما كاين هضره لا والو شي، الدنيا قابله والدنيا قابله. كتب بس. فين هو ولي الامر ديالها؟ انا هو ولي الامر ديالها، كتب. يا سيدي بسم الله. نوضة صفية تمشي عند راجلك، عقلتي ما درتي فيها يا بنت الحرام اللي تولد البنات تولد الهم تقشدروا على وجهها. يلا اختي يلا سيري لدارك وما نبقاش دعوا نشوفك هنا. سير يا بنيتي مع راجلك، المرأة ما تكبرش في دار والديها، عندها دار أخرى تكمل فيها بالرفاهية والبنين إن شاء الله بنتي. يلا يا سيدي، أنت طلقنا بصم ولا سني ولا شوف شنو غدير ونوضع لنا مراتك. يلا طلق. جبني تجلسي حدايا. صلاة على النبي وتبارك الله على بنتي، كبرت ورجعت عروسة غزالة، الله يحفظك من العين جدة. نعم ابنيتي. كون عرفتي شحال انت عزيزة عليا جدة، من نهار مات با الله يرحمه وانا ما كنرتاح غير معاك وما نبغيش نبعد عليك. ويلي على حمقى، هادشي كاع قلناه وملي مشينا لديو رجعتنا بدلنا رينا. بالحق بنيتي البنت خلقت للزواج باش دير وليدات وتكون عائلة، وانتي جابلك الله واحد ولد الناس البنات كلهم تمناوه، واللي بغيتي يوقع لك موقع الصفية اختك. علاش هاد الزربة جدة؟ بلاتي شوية، مربان يجيني شي واحد اللي حسن منه. سمعي الكلام جداك، شدي في الشد فيك، لا تقلبيش على الراجل اللي انت تبغيه، غادي تتحد بيه بنيتي. قلبي على الراجل اللي هو يبغيك ويموت فيك. Thank you.
شكون سي عبد الرحمن؟ سي عبد الرحمن رحل من هنا. شكون انت سيدي؟ انت مالك؟ علاش كتقلبي؟ بسم الله الرحمن. لا سيدي غير شتك جالس في الظلام. الظلام؟ على الدنيا ظلام تبعدا؟ سيدي انا اللي جيت عندك البارح. لا عارف كلمة تبسينيش. اسمح لي بغيت غير نعاونك. قول لك انا محتاج شي معاونة. انا محتاج حد. انا قد براسي. شكون هذا؟ ما بقى لك والو تولي مرات الراجل. الا عرفتك امي وعمي قدور كتشدي من عند الرجال تصورهم يقتلوك. الله يا ربي شحال غزال. فين تلاقيتي هذا الراجل؟ ما كنعرفوش، كنت كنشوفو غير من هاد الشرجم ورسمتو بيديا. كان ديما كيشوف فيا، ما عرفتوش علاش مشى. يكون غير رجع. هاو هاد الشرجم هذا تهنينا من بعدا. علاش زعما كوني خليتيه؟ كان غيدخل لينا الهوا ومضوي لينا البيت. على سلامتي للعروسة. عاد فايقة يلا خرجة من البيت. ايوا يلا عري لي على دوك الدريعات. ها هما جوج سلات ديال الصابون كيعينوك. الا بغينا نصبنو كنمشيو لداك البيت. يلا صباح الخير. صباح الخير.
المراه بنت الاصل بلا ما يهضر الراجل كتفهمو. المراه اللي في وجهها الحياه ما كتعجز للسطاع باش تصبن وتبقى كدور باش الناس يشوفها ويديو خبارها. وانا هادشي راه ما قدرتش عليه، انا هادشي بزاف عليا. واش ما نمشي الحمام، ما نشوف ناس، ما نمشي العزو، وبزاف. انا نهار جيتي تجوج بيا قلت الله على راح غادي يخرجني ويساريني ويبرعني، ماشي يسد عليا في بيت بحال مسجونه. الناس ما كتجوجش باش تخرج تسارى وتعري وجهها قدام العادي والبادي. وعلاش كتجوج الناس؟ الناس كيتجوجوا باش يديروا عائلات، يولدوا وليدات. هذاك السطاح ما باقيش غادي يطلع عليه. ايوا عرفتي شنو؟ طلع طرقوا توا بحال داك الشرجم. يلا الحلقة وريني حنتي يديك. صبري يا بنيتي صبري، العجوزة مرا كبيرة ديرها في بلاصة امك، اما هذيك لوستك دابا يجيب لها الله اللي يديها وتهناي. امتى يا ربي؟ ما بقيتيش كتنجي الزرابي؟ كتضحكي عليا رشيده، بقى لي غير نجان الزرابي. تكفي حتى مع شغل ديال الدار، الناس ما بحالهم حد جاب لهم الله خدامه عندهم. والولاد شي ولاد؟ ما كاين والو، ما بان حتى حاجه، عييت بالعشوب. لالا القيه مرحبا بك. ايوا لكنو غير العشوب رحنا دكيناهم وعطيناهم ليها شرباتهم. ايوا ما بان حتى شي حاجه. تزوجت هي وبنت عمي في شهر واحد. فين هي؟ تبارك الله وصل على النبي كرشها الفما. تعشى دابا ولا بلاتي شويه؟ اشنو درت لك؟ علاش مخاصمه معايا؟ لا ما درتي والو. لا شوف راه صوباتهم الوالدة وكيخصكي تشربيهم. وتنعشو حتى هما شربهم بزز. الركراكية راه ما فيها والو، حنا تعطلنا على الولاد. اسمع بغيت نطلب منك واحد الطليبة، الله يخلي لك ميمتك وما تقولش لي لا. الله يسمعنا خير. عرفتي روحي غادي تزهق في هذا البيت، بغيت نخرج غير ساعة واحدة، غير ساعة هانتا عرفتي، واخا الدنيا غير البحر. الله يخلي لكم ميمتك. واخ واخا هذه رسميتها الدساره. واش عباد الله المراه خارجه مع راجلها وكلفات؟ شتي هذيك راه بغات تلف بقانتها. شتي هذيك المراه عندك خاصها شبعه ديال العصا. اه بقوه الفشوش والدساره خرجوش ليها من الشواري. ما تغمزينيش امي، ما تغمزينيش. واه هاك تغمزيني باش نسكت؟ ايوا سيدي انا ما غاديش نسكت، ويلا سكت راه غادي نضحك فينا الجيران كاملين. كو كانت لالا ومولاتي وكان ربقى تحاجبة في دارها بحال بحال العيالات. السيبة هادي شتي شتي الفشوش والدسارة فين وصلونا؟ عام ونص وهي مجوجة، لا ولاد ولداتهم لا وجه بقى فيه الحياة. هذيك مرة هذيك سيري دخل يلا.
اش هاد الفضيحه اللي درتي؟ فين خبرتي؟ العشيه كلها وانا كنقلب عليك. مشيت للسينما. شنو؟ السينما؟ وعلى نسا كيدخلوا للسينما؟ وشنو فيها الا مشاو للسينما؟ بالحق انا اللي ماشي راجل، انا اللي ماشي راجل ودرت فيك عقلي، كون سديت عليك الباب ما غاديش ديري لي هاد الفضيحه. من هنا لقدام ما باقيش غادي تعتبي هاد باب الدار. انت شتي العجينه كي دايره؟ شتي بلاتي راك نسيتي العشوب، نوضي جيبيهم تشربيهم عند كولي. ما نسيتهمش وما نشربهمش. ايوا لالا ما غتاكلوش حتى تشرب العشوب. ايوا انت امي شوفي هاد المره هادي باغا تخلي ولدك بلا دريكه. سير بنتي جيبي العشوب، نوضي الله يرضي عليك. خلينا نشوف وليداتكم. ما غنجيبهمش واش غتشربهم ليا بزز؟ ايه لالا غتشربيهم صحه فهمتيني، وبركة عينهم هاد الفشوش ديالك. راجلي اللي مفششني انت اش مشالك؟ الا بقاتك الحال ديري شي راجل يفشك بحالي صافي. اجي لهنا كتفعلي كتفعلي تلقي مني تلقي تلقي شنونا شالك الوجه اللي عجبك ومحمقه بخويا ها ومخليك داير علي تلقي مني. اليوم غادي نشرطو ليك، اليوم غادي نشرطو ليك، غادي نشرطو ليك. الديور كلهم هكذا، والناس كيكونوا ساكنين مجموعين دائما تيوقع الغيار. لا جد هذيك الدار ما نعاودش نرجع لها، ختورا مريضه. واش عرفتي شنو هي مريضه؟ بغات تقتلني. واش هز عليا موس؟ ما كتحملنيش وهو تا هو كيديرني بحال شي مسجونه عنده. دارو هي دارك، الا كانت حبس غترديها جنة الا بغيتي، ورا كلشي على النار. لا والو هذيك الدار هي اللي ما نرجعش لها، بغيتو تقتلوني رجعوني. ودابا شنو هو المعمول؟ نسكن بوحدي. يلا نوض. السيخ الدور شتي واخا ما سمعتش ليا ودارت لي في راسها وخلاتني في السبيطار وخرجت من الدار انا مسامح ليها. دابا بغيتي ترجعها خصك تسكنها بوحدها ودير لها الدار ديالها. الا ما تعيش مع اختك في دار وحده الا. شو مالك الركراكيه؟ ما تطليش عليا في السبيطار. اشنو درت لك؟ ياك عمرني ما خليتك لا جيعانه ولا عريانه، والحاجه اللي بغيتيها كنجيبها لك. بغيت نسكن بوحدي المهدي. ربيعه راه ما تقرب ليكش، راني تبريت فيها. ودابا يجيب ليها الله شي ولد الناس اللي يجري علينا. هذيك الدار ما غاديش نقدر نرجع لها. الكراكية راه ما نقدرش نمشي ونخلي جوج عيالات عايشين بوحدهم. على هاد القبال طلقني طلقني والله يجيب لك شي بنت الناس اللي تهنيك وتهنيهم.
تسينيش، حيد يدك عليا. كل هيك تسيني اسيدي، راك تي غطيح ونطيح ولا نموت كاع. شغلك انت؟ واخا اسمح لي انا، يا شتك غادي يطيح. قلت مع راسي راني اسعى. اش هاد الفضول هذا؟ اش هتدخل الصحه؟ اش باغا؟ ليش باغا تدخل الصحه هذا؟ اش هاد الفضول؟ اش ما فراسك بلي كل واحد خاصو يدخل فوق راسو؟ ها؟ واش ما فهمت؟ مالك؟ 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 شوية لاباس. هذيك الصباغة اللي جايبها معاك، اش كديري بها؟ شنو؟ الصباغة اللي عندك، اش كديري بها؟ هنا صباغة الكحلة والحمراء والصفراء. واش عرفتي عندي صباغة؟ اشي مهم، اش باغا ديري بها؟ هادي ماشي الصباغة ديال الصوف باش كيتصاوبو الزرابي. باغا نرسم. انتي رسامة؟ عاد كنتعلم. ولاش باغا ترسمي؟ باغا نرسم. واش باغا ترسمي؟ ما فهمتش. واش باغا ترسمي الجبال ولا البحار ولا الويدان ولا الوجوه؟ الوجوه، باغا نرسم الوجوه. باش ما تنسايش. انا عمرني ما ننسى. انت عايشه لداخل وبرا، انا عايش غير لداخل. على سلامتك. وتتغني لها من الفوق. واش حنا ما قلنا لقينا لك الراجل اللي يسترك وهنينا من الهضره ديال بلادم وانتي تتسري ليا في الزناقي؟ ما كنت فين مشيت؟ غير قضيت شي حوايج. من الحوايج؟ ما عندك ما تقضي. باقا تحطي رجليك في الزنقه نقطعهم ليك. وانتوما مالكم؟ اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. كيفاش اللي بغى يقول شي حاجه يقولها؟ راك وسط عائله ديال عباد الله، واللي نقولوها لك انا هي اللي غتمشي. يلا ضرك عليه وشك. تما تلوينك.
بخير. جبت لك شويه تقليه على الله تعجبك. ما كاينش الضو هنا ولا شي شمعه. ما رحتاش. حلي هذاك المجر اللي حداك غتلقاي شي شمعه. رسمتي الوجه اللي كنتي باغا ترسم لي؟ لا. مبقيتيش عاقل عليه؟ كتهرب منك الصورة؟ وديال من الوجه اللي كنتي باغا ترسمي؟ بزاف د الوجوه. وجه با وجه. وجه من؟ وجه السيد اللي جيتي تقلبي عليه في هذا البيت. بغيتي ترسميهم باش ما تنساي صورتهم. انا عمري ما ننسى. باش كتعرف هذا الشيء؟ واشنو رسمتي؟ شي حاجه. شنو هي هاد الحاجه؟ ما عرفت شي حاجه. سيري جيبي لي اللوحه نشوفها. تشوفها؟ سيري جيبي لي اللوحه نشوفها. عجبك الرسم؟ داكشي غير التخربيش. بغيت نرسم. شنو ندير؟ كتعرفي شنو هو الشعر؟ هو داك الكلام الزوين اللي تيقولوه. هو هذاك. حافظة منه شي حاجة؟ شي حاجه ديال الملحون. حتى هذاك شعر. قولي نسمع. نهار يجي دورك وتهوى من سماك، تلقى محبوبك من عذاب حزانك يحميك، وبتوب الرحمه يكسيك. الرسم هو الشعر اللي كيتشاف. نهار تبدا يتحرك الشيته فوق اللوحه، كيف تيحط الشاعر كلامه. ونهار تبدا تختاري الوانك، كيف كيختار الشاعر حروفه. هذاك النهار غتكوني كترسمي.
مالو؟ ما بقى قادر يتحرك. وصفيه لقيتها تبيع الديطاي. ديطاي؟ هزات عليهم مشيت جبتهم. مالو شنو عندهم؟ لقاو عندهم كبده مريضه. اش قالك الطبيب؟ صفية؟ صفية اش قالك الطبيب؟ وصافي صافي ما تخافيش ان شاء الله يكون غير الخير دابا يصح. با ملي مات كان قدو في العمر. قولي استغفر الله العظيم ما يكون غير الخير ان شاء الله. صافي وصافي صافي. عاوتاني بلاتي شوف ها هي الولدي تنقول لك ما تطلبلهاش الحلوه خلاص عليا كنقول لك ديما تقول بحال هنا فين غادي؟ طال عند بالحفيظ. واش داكشي مخبي تحت القميجة؟ وغير شي تقدية ديالو. وفين كتعرف انت بالحفيظ؟ واش كتسولي؟ كيفاش كنسول جارتو؟ اجي انتي؟ واش بصح فايتة ضاربة راجلك بموس؟ شنو؟ سال الله يمسخك. شكون قالك هاد الهضرة؟ وانا ليش تغوت عليا الناس هما اللي تيقولوا هادشي. شكون بغيتي؟ بابا الحفيظ راه في البار سكران وراه خاصو اللي يمشي يجيبو. وشكون خرجو من بيتو؟ وراه كان قال لي نجيب ليه واحد القرايعه وجبتها ليه وملي شربها زير عليا باش نوصلو للبار يكمل النشطه. عييت من زين فيه خرج ما خرج. وانا دابا راه خصني ندخل لدارنا حيت ساكن بعيد. وشكون اللي نزلو من الدروج؟ عمتي سكرة تيقدر يدير كلشي. بالحفيظ واش غندير لي انا دابا؟ المهم انا علمتك سيري شوفي شي حد شي يجيب. واخا سير انت سير. ديري حتى لهاد الوقت عاد داخله. لا هبط غير نشرب جاني عطش. وهاد الهضره اللي كنت نسمع برا ديال من؟ هي الهضره ما كاين والو. ما سمعتي والو؟ والو. وهاد الحكي اش يدير هنا؟ هذاك راه من قبيله هو مليوح مني جيت من السوق. هاد الغوات هذا شحال الصداع هذا في هاد الوقيته؟ دا شحال الغوت هذا؟ واش اخويا تشوف اختك
ما دخل لي حتى لهذا الوقت، وانا بودني تنسمع الهضره برا ديال المراه والراجل، وهي تتقول لك ما كاين والو. وفاش حصلت الحايك هنا قالت لك نازله غير تشرب، بحال الماء ما كاينش الفوق. ما كنت تغوتو في السلم. فيقي يا لاله، فيقي فيقي، شوفي بنيتك فين كانت ومع من كانت هذه الوقيته هذه. غتحيدي من الطريق هذه خيتي، ما يصبحش غير الصباح. انا مزوقه فيك مامتي، هذيك راه اختكم. واش انا على كبري غادي نبقى طالعه هاودا الحباسات؟ اش حيدي من الطريق، قتلوني انا الاولى. اش من قتلوك؟ اش من قتلوك؟ حيدي من الطريق اولادي، والله يرضي عليكم. فين باغي توصلوا لهذا الشيء فيه؟ جدا حيدي من الطريق، قتلوني انا الاولى، قتلوني. يلا فحنا، يلا ما بقات عندنا عيشه في هذه البلاد. يلا فحنا، شنو دابا جدا؟ عاجبك الحال؟ فرحانه؟ اللهم تخوي البلاد ولا تطيح روح. فين غادي تمشيو تخليوكم؟ فين فين؟ عندك الحق، يا اما نخلو هاد المدينه هادي ولا غطيح شي واحد اليوم هنايا. انا مزوقه فيكم، انا مزوقه فيكم، انا امكم وربيتكم وولدتكم ورضعتكم، فين غادي تمشيو تخليوني؟ الله يهديك الله الوالده، يهديك الله، الله يهديك الله، الله يهديكم اولادي، الله يرضى عليكم. سير يا رجلك اليوم كما قطعت قلبي على اولادي، thank you.
ما عندي علاش نخوي البلاد، واللي ما بغاش يفهم ما عندي ما ندير ليه. على سلامتك، مزيان مني جيتي. كي بقيتي؟ في يد الله. فين صفية؟ كتقاتل باش تشري ليا الدواء، تعداو عليها، زوجوها ليا بزز منها. صفية وحلة فراج المريض. المرأة هذيك كتوقف مع راجلها صحيح ومريض. إلا مول أمانة دا أمانتو. صفية ولدي فانقك، توعديني. صفية ولدك فانقك، أنت أنت بوحدك. ما عندك علاش تبكي؟ الحياة كتبغي الإنسان اللي كيشد فيها بيديه وبرجليه. انتي قلبك حجر سادة عليه، ما عند الرحمة مين تدوز ليه. وانتي بقي متكي على الحيط كتبكي، وشوفي دموعك واش غادي يفيدوه بشي حاجة. أولي عبد الله، اشنو درت؟ اشنو درت باش يطلع لي هادشي كامل؟ كيوقع لك هادشي حيت ما كديري والو. شنو بغيتيني ندير؟ ها؟ اش بغيتيني ندير؟ نقطع راسي؟ قطعيه. إلا بغيتي تعيشي. داكشي الركراكية اللي هزة في يديك. رسمت شي حاجة وبغيتك بغيتيني نشوفها؟ إلا بغيتي. غير نشوف.
خذ هاد اللوحة وديها لموريس يشوفها. موريس؟ اش غيدير بها موريس؟ هو عارف اش غيدير بها. ما تقوليش ليه انا اللي صيفطتك، وما تقوليش ليه فين كاين انا. وعلاش؟ خذي بركة من السؤالات، سيري ديري داكشي اللي قلت لك. يلا كيف قردوان اللي دارها الله يليتكم. هاكي شدي سيري ديري الراجل في العملية. منين جبتي هاد الفلوس؟ ماشي مهم منين جبتهم، المهم رضوان يدير العملية. ولكن هادو راه كتار. اش داكشي؟ هادو الفلوس ديال أول لوحة بعت. بالحفيظ بالحفيظ. اش كاين؟ خلعتيني، خفتك تكون. اش نكون؟ ما عرفت. كيفاش ما عرفتيش؟ كي خصك تعرفي. شكون هو موريس؟ علاش باغا تعرفي؟ ياك يلا قلتي لي خصك تعرفي. موريس واحد من بنادم ديال هاد المدينة. ما سولتينيش شنو دار معايا. ماشي مهم داكشي اللي دار معاك، المهم هو انتي واش قادرة تعطي للناس داكشي اللي عطاوك. الناس؟ اش عطاوني الناس؟ ما عطاوني والو. عطاوك كلشي، عطاوك الوجود ديالهم، عطاوك الجمال ديالهم، عطاوك الصورة اللي كتعشقي وانتي من عشقك ليها كتحاولي ترسميها. عطاوك المحرك ديال الإبداع. بزاف د المرات كنبغي نفهم هادشي اللي كتقول ليا، وبزاف د المرات كيصعب عليا نفهم. غادي تفهميه، ضروري تفهميه. شكون انت؟ انا واحد من بنادم ديال هاد المدينة. Thank you.
انتي ما كتفاكيش. غنمشي عند موريس غنسيني معاه كونترا باش ندير اول معرض ديالي في المانيا. سيري بغيتك تمشي معايا. واش غنمشي ندير معاك انا؟ تقرا لي الكونترا. الله الله الله.